شارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفه رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في اعمال الاجتماع الدوري لمجموعه الرؤية الاستراتيجيه بين روسيا والعالم الاسلامي المنعقد في مدينه اوفا بجمهوريه باشكورتستان الروسيه برئاسه فخامه السيد رستوم مينخانوف رئيس جمهوريه تتارستان الروسيه رئيس المجموعه وفخامه السيد راضي فخيروف رئيس جمهوريه باشكورتستان الروسيه والقى معالي كلمه في الاجتماع نقل فيها تحيات جلاله الملك المفدى للجميع وتمنيات جلالته للاجتماع التوفيق والنجاح مؤكدا ان هذا الاجتماع اصبح منصه رئيسيه وملتقى مهما لصناعه الاستراتيجيات كما انه يتيح للجميع التعرف الى ما تتمتع به دول المجموعه من مميزات عبر تبادل وجهات النظر والخبرات والمعلومات في اطار تطلع الجميع الى تعزيز العلاقات الاستراتيجيه بين روسيا الاتحاديه والعالم الاسلامي بما يخدم المنطقه والعالم، واكد معالي ان مملكه البحرين انتهجت عبر تاريخها منهج الانفتاح البناء والايجابي على العالم كله خدمه لمصالحها الحيويه وتطلعات شعبها. وهي ماضيه على هذا النهج بخطى ثابته في ظل الرؤيه الحكيمه لصاحب الجلاله الملك المفدى واضاف معالي انه في مملكه البحرين ينظر باهتمام بالغ الى العلاقات مع روسيا الاتحاديه لما لها من ثقل سياسي مهم وما تتطلع به من دور متعاظم على المستوى العالمي وما تتمتع به من موارد وامكانات كبيره معربا عن سعادته بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور كبير على مختلف الاصعده ادى الى توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائيه مما يؤكد جديه العلاقات وعمقها مشيرا الى مذكره التفاهم التي وقعها المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مع مجلس شورى المفتين لروسيا في شهر مايو 2017 بهدف تعزيز إطار التعاون في نشر القيم السمحه للاسلام. والتأكيد على الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف وترسيخ أسس التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب والأديان والتي كان أول ثمارها إقامة الدورة الثامنة عشرة من مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في أكتوبر 2017 تحت رعاية صاحب الجلالة الملك المفدى